الا كنتو كتعرفوني مزيان غادي تكونوا عارفين باللي انا كنحماق على الطياب وعلى الكوزينه. سو فهاد الفيديو هادي غادي نديرو كيتشن ميك اوفر. غادي نمشيو انا وياكم نقضوا المياه اللي خاصين وكاع داكشي اللي ناقصنا باش نقادو بينترست كيتشن. غادي نديرو شحال من حاجه، غادي نديرو الضوا وغنشرو مواعن زوينين وغادي نديرو شحال من حاجه زوينه. سيرتو حيت رمضان جاي، عرفتو انا راه اكسايتد بزاف رمضان ومجد لكم واحد لي سجل الفيديو قد هكا جايين في رمضان ان شاء الله. غادي نصورو بزاف ديال لي غيل في انستغرام، غادي نديرو بزاف ديال لي ميني فلوغ في انستغرام وحتى هنايا. وباي ذا واي الا ماكش شاهدين في انستغرام خاصكم تكونوا تباك حيت غنبارطاجي معاكم دي ميني فلوغ زوينين وداكشي استهلاك وكدا غير ما داكشي زوين بزاف. وحتى هنا في يوتيوب غادي ندير لكم بزاف ديال الفيديو. سو ميك شور كيف ما كتشوفوا لا كوزين كبيره تبارك الله، سورتو مشمشه وموديرن، ولكن حنا غادي نزيدو عليها سام موديفيكيشنز باش نرجعوها استيريك وكيوت. دابا اول حاجه غنديروها هي غادي نمسح هاد البلاكارات هادو كاملين من الداخل. الفيديو اللي فاتت قلتوا لي اكرام ما تبقاش تستعملي السطال والتين وداكشي وتكبي في الماء تماك، راه غادي تخسر البلاكارات وصافي يكونوا هانين. هاد المره ما غاديش نديرها، دابا غادي ندير غير واحد كتانه غادي نفزقها كتانه، المهم سربيته كتانه شيفون اي حاجه، المهم غادي نشدها غادي ندير فيها شويه ديال جافير وشويه ديال برودوي صافي، غادي نمسحهم من الداخل باش نستفيهم ان شاء الله المواعن. ولكن قبل ما نخرج بعدا دخلت للبينتريست وتانسبيريت وشفت كاع لي زارتيكل اللي خاصيني وخديت دي زيده جينيرال باش كوم صمنيت بالي شي حاجه برا ناخذها. وباش ما ننساش شي حاجه درت اون ليست لي جينيرال جمعت فيها كاع دوك لي زارتيكل اللي غادي نشري. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. شوني جيت لهنايا بغيت ناخذ هادو ديال القهوه ولكن ما عجبنيش هذا الشكل، قلت غادي ناخذ هذا الشكل هذا وغادي ندير فيه هنايا طبع فيه هذيك هاد السكيته هادي هنايا وندير فيه الباصه ديال القهوه ديال السكر. المهم حتى هذا ما عرفتش هذا ما عجبنيش وصافي. بالنسبه للبات بليس كنكونسوميو بزاف، قلت غندير لهم هاد القرعه هادو اللي كبار، هادي نورمالمون كل قرعه فيها تقريبا شي اترون. استنى نوريها لكم، شوفوا شحال كيوت هادي مكتوبه فيها ماي كيتشن ماي روز زوينه. المهم غناخذ من هادي تقريبا ثلاثه. next day guys البارح مشيت معايا المرجان وخديت انا وياكم شحال من حاجه مرتبطه بالمواعن، فهم داكشي كان زوين بزاف وكنحماق على داك البروسيس ديال تقلب على المواعن الشريه ديال المواعن وداكشي فريمون كنحماق عليه بزاف. ودابا غادي ندير انا وياكم اول ديال داكشي اللي خدينا البارح. اول حاجه غنبدا بها واللي كانت عجباني بشحال هذا ويلا خديتها البارح هي هاد القرايه هذا ديال القهوه، بغاو كانوا عجبيني بشحال هذا. دابا غادي ندير لكم الانبوكس اللي هو I've been thinking about good times.
said don't blow my high. I'm on that carpet ride. I've been swerving, I was serving to my magic side. I was in a magic city, going 50-50. I bet it all up on that red and they got real shifty. Pity, pity, it's a petty crime. مش حاجة زوينة خديتها في الحمار بس جيني عصرتي مع لا كويزين كاملة. اي جات فنة. بالنسبة لهذه ديال اللقاء ما عجبتني بزاف في الحمار خديتها انا باش جيني عصرتي مع الكوزينة. من الموجة زوينة بزاف. بالنسبة للثمن ديالها واقيلا خديتها بشي 180 ولا ما عرفتش 190 درهم. المهم قال لي 200 ونقص لي شي حاجة. المهم غتبقى بشي 170 180 190 شي حاجة بحال هكا. ولكن فغيمون موجة زوينة بزاف. دخلت من المرجان تقريبا شي 140 درهم ولا 130 درهم. لا بقيت عاقله فراسكم شحال هذا كانوا رخيص. كانوا غير 80 درهم غير العام اللي فات ملي شفتهم. وهذا العام ملي شريته 140 درهم. خصي كلشي بزاف. زيرو. بالنسبه لهذا ديال المواعن هذا ديال الاقامه يا ربي هذا ديال الاقامه خديتها من عند مي المواعن يعني من الناس العاديين اللي تيكونوا تبيعوا المواعن والصواني وداكشي. نيكست حاجه خديتها هي هادو كيديروا فيهم المعالق والمواعن وداكشي. هادو شفتهم في بيترست شحال هذا كانوا عاجبيني كل مره كنقلب عليهم وما لقيتهم البارح خديتهم. بغاو زوينين بزاف. هادي اللي خديتها باقي غير شي 15 درهم ولا 20 درهم لا بقيت عاقله ولكن زوينه. المهم حتى غادي نقاد فيها المواس والفراش وداكشي وغتشوفوا كيجي في الاخر. المهم كاينش اللي نشرو المواعن ونساو اهم حاجه اللي هي الطاجين المغربي. كريت واحد الطويجين غنقول لكم فنن عجبني بزاف زوين هو العرفتي صغير ومحيط دقا نوري لكم دابا. هذا هو الطاجين اللي قلت لكم. هذا راه ماكسيموم قال فيه زوج ديال الناس. هذا قال لي السيد رقديه اليوم وغدا في الماء بارد في الدوش خليه قال لي في شي بانيو ولا في شي سطل ما تقيسيش ما طيبيش فيه باش هكا يشرب مزيان الماء باش ملي ديري فيه ان شاء الله البلول ما يطرطقش لك وما يتهرسش. داكشي اللي غندير دابا غادي نديه للدوش ونخليه يترقد اليوم وغدا. ندوزو دابا للقراعي. عرفتي كاعز انا كنحمق على القراعي وغانيزاسيون ديال كل حاجه في بلاصتها في القريعات هكا كل كيوت واستيريك والعباس وشحال حمق عليهم. داكشي علاش خديت قريعات صغارين على ودي السكر والقهوه باش ندير هنايا واحد الكافي كورنر مهم تا من بعد نقادوها. وخديت وحدين اخرين على ودي لي بات سباكيتي الروز داكشي كامل. بالنسبه لهادي غادي ندير فيها ان شاء الله السكر وهادي غادي ندير فيها القهوه. انا غادي نعمرها من وياكم. وخديت هادي على ودي بابلي كويزين غادي ندير فيها بابلي كويزين. فيه ماي كيتشن ماي بوز زوينين بزاف. هادو على وديت لي بات على وديت الروز على وديت سباكيتي المهم كاع داكشي الشعريه وداكشي اللي كيدار. ومازال غادي نزيد منهم. خديت غير ثلاثه. بالنسبه لهادو خديت كل وحده فيهم تقريبا ب 26 درهم. وبالنسبه لهادو اللي فيهم هاد الغطاء هذا ديال الخشب هادو خديتهم 45 درهم الوحده. هادو تيبقاو صراحه زوينين وكيوت وفيهم هاد الغطاء هذا هنا باش ما يدوز ليهم حتى حاجه. وخديت هاد الفوي هادي هكا في البينك هادي حمقاتني. عرفتي اخو شفتها عندك تعطيني هاديك هاديك بغيت هاديك زوينه بزاف شوف شحال كيوت. هادي خديتها على ودي هكا تطراب ديال البيض تطلع ديال الكريف شحال من حاجه ولي اختراتي قلت لكم بزاف ديال الفيديو. وشوفوا عاوتاني هاد الزغبه ثاني بحال في كل فلوق بحال في كل فيديو ديما حاضره معانا ديما دايره بلاصتها. بالنسبه لي فلوق وداكشي كامل اللي قلت لكم غادي يولي يكون غيكون هنا في يوتيوب وبيان سور غادي يكون حتى في انستغرام. سو الا ما بقيتش عندي انستغرام خاصكم تكونوا حيت في انستغرام غادي ندير لكم بزاف ديال الفيديو نخلي لكم هنايا. نسيت ما وريتكمش هذه هي اللي كنت دايره شحال هذا في البيرو حطيتها هنا جربت واحد الديكور زوين بزاف. صافي صافي حيدو دابا وغادي نلصقو البلاصة كاملة. اللي غتسولني خديتو غتسمو واحد
باش انستغرام ما بقيتش عارفه على سميتها ولا ما بقيتش عارفه على سميتها ولكن راه موجودين الا بغيتو تقدروا تمشيو حتى للدروكري ولكن راه فيهم لي كاليتي كاين ديال 70 درهم وكاين ديال 150 وكاين ديال 200 هذا ديال 200 ما كيتقطعش بالزربه وتما كيبقى شاد فهمتي كيدي معكم مده طويله باركونت هذا ديال 70 درهم غير كيتقطع وصافي دابا انا كنحاول نعرف كي غندير Don't steal the thunder. Wake up at the right time. Looking at my lifeline. Don't say it was fine. On and on, we gotta keep it up. We gotta keep it up. Baby, take your time. You got your whole life. Put faith in the sky. حيت فريمون انا كتعجبني الطياب وبغيت ندير معكم بزاف ديال لو كونتوني وجاي رمضان وجاي شحال من حاجه زوينه انا فرحانه بزاف وخلي لي كومونتير ديالكم كيفاش جاتكم لا سيري كيفاش جاتكم لا فيديو كيفاش جاتكم لا كوزين وخلوا لي افكار ديال البيت اللي ليها باش تصيفطوا لي ليان عندكم شي حاجه في بالكم شي حاجه جاتكم باش نديروها في لا شومبر ديالكم الشيء اللي غادي يكون في لا سوفيا فريمون مازال هنايا بارت 2 ديال هذا الفيديو هادي مازال خصنا نديرو بزاف ديال الحوايج اخرين ومازال غادي نكملو فيها مازال ما ساليناش في هاد لا كوزين هادي غادي نزيدو فيها اكثر كنبغيكم بزاف بزاف وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه بسلامة